حلاوة الشراع من أقدم المحال التجارية في أحياء طرطوس القديمة، يصنع منتجاته بالآلات القديمة التي توارثها الأبناء حفاظا على الجودة والمذاق. نحن هم محل الشراع، محل معروف وموجود بطرطوس القديمة، هلا راح يصير له طبق 80 سنة، يعني هو من 1968 ولهلا. والحمد لله وين ما سألت بطرطوس كلياتها بدلك لهون، ونحن مقصودين من كل المحافظات، والحمد لله محافظين، ونتمنى انه نضل محافظين على نفس جودة المنتجات اللي عم ننتجها. نحن هذه المهنة متوارثة، جدي بلش فيها المصلحة وتعلمها بالشام واشتغل فيها فترة طويلة بالشام، بعدين اجى هون على طرطوس فتحنا وفتح بطرطوس هو والوالد، وبعدين يعني هلا انا عم بشتغل. طبعا احنا عم نشتغل بمكانات تعد بالوقت الحالي انه هي بدائية، يعني نحن لساتنا عم نشتغل لهلا حراق مازوت وخفاقة عادية وكذا، قياسا بالمكانات الموجودة حاليا اللي عم نشغل فيها. بس طبعا الحمد لله نحن انتاجنا عقدنا، نحن ما عندنا توزيع لباقي المحلات، نحن منتجنا بننتجه عندنا ومنبيعه بمحلنا. ويشهد المحل إقبالا كبيرا من الزبائن من مختلف مناطق المحافظة، نظرا لتميز المنتجات التي يقدمها بمختلف أنواعها، مستمرا بعمله وبنفس الوتيرة رغم كل الظروف. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.